السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام، أبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله مشاهدي الأحبة. أصعب سنوات الجفاف وأقساها تنذر بكارثة إنسانية ومائية على المدى القريب عقب انخفاض الخزين المائي إلى مستويات مقلقة. خطر يتعاظم حراك دبلوماسي مع أنقرة لم يأتي بجديد تعاد فيه الجارة عن تعبر عن سياساتها الجائرة وتطلق الحصة المقررة وتتقاسم الضرر، وأمام تعنت تركيا وعدم قبولها بلغة المنطق لابد للعراق أن يستخدم أوراق الذهبية لأمن الاقتصاد والتبادل التجاري أيضا، ويمسك السلطة هناك من يدها المتألمة. لكن ضعف الجبهة الداخلية وعدم التماسك الساسة جعل الأخيرة تتوغل في إيذاء العراقيين، فقصور الواردات والعجز في تدعيم الفروقات المائية بسبب هجرة ريفية وانكماش الخطة الزراعية، وهذا غيظ من فيض مما كشفه وزير الموارد المائية في لقاء خاص مع قناة الأيام الفضائية، واللي راح يعرض لحضراتكم يوم الخميس المقبل إن شاء الله عند الساعة 9 مساء. أما في ملفنا الآخر من ملفات حصادنا لهذه الليلة، نتحدث عن التركة الثقيلة اللي خلفتها الحكومة السابقة و يعني قطعها بال يعني تحتاج أيضا إلى تضافر الجهود، قطعا تحتاج إلى هذه الجزئية، خصوصا الجهود المحلية والجهود الدولية للعمل بالخطة التنموية والشاملة التي أعدتها وزارة التخطيط قبل أيام، ودعمها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واضعا خطوات العمل ومتفاعلا مع الطروحات الواقعية المضمنة في المنهاج الوزاري لحكومة الخدمة الوطنية، في المقدمة معالجة البطالة وعدم ودعم الفئات المهمشة ومحدودي الدخل وأصلاح القطاعات الاقتصادية بما يحقق مؤشرات متقدمة في عملية التنمية المستدامة. إذن مشاهدي الأحبة، هذه الملفات راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا. أبدت وزارة الموارد المائية وعلى لسان وزيرها السيد عون ذياب في لقاء خاص بالأيام، أبدت قلقها إزاء المشاريع المائية اللي تنفذها تركيا، وفرضت واقع محفوف بالمخاطر جعله عرضة للجفاف، فالمفاوضات ينقصها العديد من التفاهمات، الأمور لا تزال غير محلولة في وقت تطرح خيارات أخرى على المائدة في حال فشل الدبلوماسية في إقناع تركيا بالعدول عن الموقف. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة لكن بعد أن نشاهد مقتطفات من حديث السيد الوزير الجديد الذي سيعرض كاملا يوم الخميس المقبل وعند 9 مساء مثل ما نوهنا قبل قليل. سليمان، هذا فد مؤثر. احنا الحقيقة مأشرين هذا الموضوع ومأكدين عليه، لكن للأسف يعني هم اتهمهم أن يكملون برامجهم وأن يحققون يعني البرامج وأن يكون العراق تحت الأمر الواقع. في حالة وصلنا إلى نقاط مسدودة، هناك العديد من الأوراق ممكن استخدامها، ومثلا ورقة التبادل التجاري، الورقة الأمنية، كثير من الأوراق، بس هذا يعتمد على يعني جانب قوة الحكومة العراقية على مواجهة مثل هذه التحديات، في توجيه من دولة رئيس الوزراء أيضا طلب أن يكون الملف بإيدنا، بس بتعاون جاد من وزارة الخارجية، يعني بالتأكيد يعني احنا ما نستغني عن وزارة الخارجية، وزارة الخارجية مهمة في هذا الملف أيضا. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين السيد علي راضي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية ضيفا كريما في الاستوديو. أهلا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ، حياكم الله. وكذلك انضم معي عبر سكايب الدكتور نجم الغزي الخبير في الموارد المائية والمحلل السياسي من ذي قار، حياك الله سيد نجم. أبدأ مع حضرتك أستاذ علي، نتحدث عن تصريحات السيد الوزير حول علاقتنا مع الجارة تركيا والحصص المالي المائية عفوا، بالتالي مقبلين على موسم أمطار فيه قليلة، سنوات الجفاف مرت، موسم الصيف أيضا مر، كيف تنظر إلى كل هذه التحديات؟ شكرا جزيلا سيدي العزيز، وشكرا لهذه الاستضافة في قناتكم الكريمة. حقيقة موضوع المياه وملف المياه وخصوصا ما يتعلق بملف التفاوض مع
الجارة تركيا ملف طويل ومن سنوات عديدة. هذا الملف حقيقة يعني أعتقد أنه خلال الفترة القليلة الماضية وبالتأكيد راح يشهد يعني المتابع بشكل واضح خلال الفترة القادمة هنالك تطور وصفحات جديدة في هذا الملف مع الجانب التركي، باعتبار أنه النسبة الأكبر من إيراداتنا المائية في نهري دجلة والفرات تتأتى من الجانب التركي. حقيقة موضوع ملف المياه والتزام الجانب التركي بتأمين الحصة المائية العادلة للعراق وتقاسم الضرر، هذه محاور مهمة جدا كفلتها كافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، إضافة إلى أن هنالك مذكرة تفاهم سبق وأن أشرنا إليها كثيرا تم توقيعها في عام 2014 وبقيت في أدراج الجانب التركي، ومن بعدها أعلن الجانب التركي حقيقة مصادقة البرلمان التركي والسيد الرئيس التركي عليها، لكن مع الأسف لم تترجم هذه المذكرة على أرض الواقع. فيها بنود مهمة، فيها بند مهم يضمن للعراق حصة مائية عادلة لتلبية متطلباته. حقيقة هذا الموضوع والآن مع التزامن مع ثلاث مواسم شحيحة، احنا نتذكر عام 2019 كانت سنة وفيرة، سنة رطبة، كانت كمية الإيرادات المائية والأمطار كبيرة، استطاعت وزارة الموارد المائية أن تستغلها بشكل أمثل وازداد الخزين المائي بنسب متقدمة وعالية. حقيقة ما تحقق من خزين مائي في عام 2019 خدمنا بشكل كثير في المواسم الشحيحة الثلاثة التي تلتها، وكذلك اليوم احنا نعيش موسم شحيح آخر، هذا أثر كثيرا حقيقة على جميع القطاعات. لذلك اليوم احنا نلاحظ أن هنالك إطلاقات مائية من السدود والخزانات أثرت بشكل على مستوى الخزين المائي، أصبح هنالك انخفاض في مستوى الخزين المائي، بالتأكيد هذا من أجل تلبية المتطلبات وسد النقص الحاصل بقلة الإيرادات. فاليوم احنا هنالك صفحة جديدة، هنالك كان اتصال أيضا مع السيد مبعوث الخاص للرئيس التركي مع معالي السيد وزير الموارد المائية، وضح معالي السيد الوزير الموارد المائية خلال هذا الاتصال المشاكل اللي تعرضت إليها جميع القطاعات بسبب نقص المياه، قلة الإيرادات، الشحة المائية، قلة التساقط الأمطار، التغيرات المناخية، الظروف الطبيعية اللي أثرت بطبيعة السنين المائية متكررة، وتم الاتفاق على المباشرة في عقد الاجتماعات الفنية، الزيارات المشتركة، الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالخزين المائي في الجانب التركي وسياسة تشغيل هذه السدود. حقيقة هذا موضوع مهم جدا، لأن احنا دائما ما نذكر أن الشحة المائية ذو محورين، محور فني ومحور طبيعي. المحور الفني يتعلق بسياسة تركيا في التوسع بإنشاء السدود الخزنية والمشاريع الإروائية، أما الجانب الطبيعي فهو موضوع طبيعة السنين المائية والتأثر الكبير بالتغيرات المناخية. اليوم نلاحظ هناك دعم كبير جدا. خلينا ننتقل للسيد الدكتور نجم الغزي. دكتور نجم، أجدد ترحابي بحضرتك. يطرح السيد علي راضي العديد من وجهات النظر في السياسة اللي راح تتبعها وزارة الموارد المائية في الفترة الحالية والمستقبلية، بالتالي عندنا الكثير من التحديات. اليوم أيضا رئيس الوزراء كان إلى مؤتمر صحفي نص صراحة على طريقة التعامل مع الملف التركي بصورة عامة وملف المياه بصورة خاصة، كيف تنظر إلى هذه المتغيرات الجديدة؟ أستاذ علي، صوتك ما يوصلني بشكل صحيح، إذا ممكن بس نعم صوتك الآن. الأخ سجاد، الصوت يتعالج من المصدر. اسمح لي دكتور نجم بين ما يتم إصلاح الصوت أو إعادة الاتصال مع حضرتك عبر سكايب. أستاذ علي، نتحدث اليوم عن هذه المشاريع اللي تفضلت بها حضرتك. بالنسبة للبرنامج الحكومي اللي راح يقدم من قبل وزارة الموارد المائية، راح يتضمن كل هاي التفاصيل اللي تفضلت بها وأيضا ما صرح بها السيد الوزير، بالتالي أنه هل من المتوقع أن راح ترتفع المبالغ المخصصة في موازنة 23 لوزارة الموارد المائية؟
نعم بالتأكيد، اليوم موضوع البرنامج الحكومي وما يتعلق بهذا الجزء من البرنامج الحكومي بالموارد المائية من أهم المحاور وفي أولويات عمل الوزارة، هن المحورين الرئيسيين هو محور التفاوض، محور التفاوض مع الجارة تركيا حقيقة في موضوع المياه والإيرادات المائية، وكذلك المحور الآخر هو موضوع الإجراءات اللي تقوم بها الوزارة على مستوى الإجراءات الداخلية من إطلاقات للمياه وتأمين توزيعات المياه. أنا حبيت أن أشير إلى نقطة جدا مهمة وهي مطمئنة حقيقة، ملف التفاوض، ملف تفاوض المياه شهد دعما كبيرا جدا من دولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد شاع السوداني منذ بداية تشكيل الحكومة، هنالك توجيهات مستمرة بضرورة فتح صفحات جديدة. اليوم ملف التفاوض هو ليس ملفا فنيا بحتا، وإنما هو قد يكون جزء معين منه فني، ولكن هو ملف فني دبلوماسي سياسي تجاري. بالتأكيد اليوم العراق حتى يوصل إلى ضمان حقوقه المائية يجب أن تبحث هذه الملفات، وأعتقد دولة رئيس الوزراء أشار بشكل مستمر وأخرها اليوم على هذا الملف، وهذا دليل على الاهتمام الكبير والتشخيص الدقيق لخطورة هذا الملف وتحديات شحة المياه وقلة الإيرادات المائية. أما من ناحية أخرى بما يتعلق بتأمين التخصيصات، بالتأكيد هي مرتبطة بالأمور الإجرائية وخطة الوزارة ضمن الدراسة الاستراتيجية في معالجة الشحة المائية وتخفيف آثارها وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين. اليوم احنا عندنا خطتين رئيسيتين، الخطة الأولى هي إطلاقات المياه من السدود والخزانات لتلبية المتطلبات الرئيسية وسد النقص الحاصل في قلة الوارد المائي أو الإيرادات المائية، والخطة الثانية هي تتعلق بإيصال المياه وتوزيعات المياه لكل المستفيدين. نركز في جهودنا في هذه العملية على تطبيق نظام المناوبة أو المراشنة بتوزيع المياه، منع ورفع التجاوزات بكل أنواعها سواء التجاوزات على الحصة المائية أو رمي المخلفات والملوثات بالمياه، وكذلك هنالك متابعة حثيثة من أجل إيصال الحصة المائية كما ونوعا لكل المحافظات وخصوصا محافظات الذنائب اللي تقع أسفل النهر. يعني عندنا محافظة البصرة، ميسان، ذي قار، السماوة، دائما ما نركز على تأمين الحصة المائية لتلك المحافظات باعتبارها أكثر تأثرا من غيرها بموضوع الشحة المائية والتجاوزات. اليوم إذا نجحنا بإيصال المياه لهذه المحافظات بالتأكيد إحنا تلقائيا نجحنا في إيصال المياه لكل المستخدمين بالأعالي. اليوم المتطلبات الرئيسية هي المتطلبات الرئيسية لتأمين المياه الخام باعتبار وزارة الموارد المائية هي مسؤولة عن إدارة المياه الخام، هي القطاع الزراعي، تأمين المياه الخام لمحطات الإسالة لإنتاج مياه الشرب، أيضا تأمين المياه لإنعاش الأهوار، وحقيقة معالجة ما ممكن معالجته من الآثار الكبيرة اللي تعرضت إلها مناطق الأهوار بسبب الجفاف وقلة الإيرادات المائية، دفع اللسان الملحي في محافظة البصرة، وكافة المتطلبات الأخرى الرئيسية اللي هم جهود حديثة، خطط بدأت تطبق على أرض الواقع. هنالك مشاريع قصيرة الأمد وبعيدة الأمد تهدف بشكل رئيسي إلى تخفيف آثار الشحة المائية من جانب. أستاذ علي حدثني لطفا عن قضية الموازنة وتفصال البرنامج الوزاري حول التخصيصات المالية المطلوبة لتحقيق هذه المشاريع خلال المدة المقبلة أو خلال عام كامل حتى نرفع أكو موازنات أخرى، شو وقت راح تقدموها وين وصلتوا بهذا الإنجاز؟ احنا بالتأكيد التوجيهات المركزية أنه تقديم الموازنة الخاصة للوزارة خلال هذه الأيام من أجل كان خلال الإسراع. أسبوع حسب بعد يعني تبقت أيام قليلة بالضبط يعني. خلال أيام قليلة تم المباشرة بإعداد هذه الموازنة في مراحلها النهاية، ستقدم خلال اليومين القادمين. بالتأكيد هذا الموازنة تم الأخذ بنظر الاعتبار فيها كافة المشاريع المهمة والطارئة. أنا تحدثت قبل قليل وقلت أن هنالك عندنا خطة قريبة الأمد، الغاية من عندها هو معالجة سريعة، إيصال الحصص المائية للمستفيدين، تنفيذ الأعمال السريعة لتخفف من آثار الشحة المائية، مثلا الاعتماد على المياه الجوفية على سبيل المثال، التوسع في حفر الآبار من أجل تأمين المياه للمناطق الواعدة، المناطق التي يصعب وصول المياه السطحية. هذا والكثير من الأمثلة اللي بحاجة إلى دعمها. أجدد ترحابي من فضلك أستاذ علي، أجدد ترحابي الدكتور نجم الغزي. دكتور نجم يعني آسفين
الانترنت ويا حضرتك ما كان بشكل ملائم. خلينا نتحدث عن التخصيصات المالية لوزارة الموارد المائية. بالتالي عندنا صارت تصنيفات من ضمن الحكومات السابقة انه عندنا وزارات ثانوية ووزارات سيادية. هسه ما اعرف شلون صارت هاي التصنيفات حسب عدد منتسبيها او حسب تخصيصاتها المالية، ايا يكون التصنيف، ولكن وزارة الموارد المائية راح تشهد انه انتعاش في الحكومة التي وصفها الإطار التنسيقي بحكومة الخدمة الوطنية، تقديم الخدمات، وهذا الملف ملف المياه يعني فيه الكثير من الخدمات سواء على مستوى الزراعة أو الاستثمار. دكتور نجم، يعني اعتقد اكو مشكله باتصال الانترنت من يم حضرتك بالحاسب او بالتليفون، ما جينا نسمعك بصوره صحيحه. انا اشكرك شكرا جزيلا السيد نجم الغزي الخبير في موارد المائيه والمحلل السياسي، انضممت معنا عبر سكايب من ذي قار، ولكن نتاسف ما استثمرنا وجود حضرتك. استاذ علي يتحدث عن يعني دعم رئيس الوزراء لوزاره الموارد المائيه، واليوم ايضا كان هنالك نص لحديث المؤتمر الصحفي في هذا الجانب. بالتالي الأيام تمضي سريعا، تبقى عندنا نناقش قضية وزارة الموارد المائية وعلاقتها مع بقية الوزارات باعتبار أن ملفها ملف حيوي ويشترك ويشتبك مع الكثير من الوزارات. شلون راح تكون إدارة هذا ملف المياه مع باقي المفاصل؟ نعم، حقيقة ابتداء يعني احنا كما اشرت قبل قليل، يعني احنا لاحظنا احنا كمختصين في وزارة الموارد المائية وكل المتتبعين الاهتمام الكبير لدورة رئيس الوزراء بموضوع المياه وملف المياه ودعم وزارة الموارد المائية في هذا المجال، خاصة في هذه الظروف الصعبة بقلة الإيرادات المائية والشح المائية. اليوم اذا اريد نعاود ونتحدث عن الامور الإجرائية الكفيلة بتخفيف آثار هاي الشح، يمكن اشرت قبل قليل الى موضوع اعتماد استخدام المياه الجوفيه، استخدام الابار في هذا المجال. النقطه المهمه هنا اللي اشرت عليها حضرتك، هذا سؤال مهم جدا. اليوم احنا تحدثنا ان وزاره الموارد المائيه هي وزاره مسؤوله عن اداره المياه الخام بكل انواعها، ولكن اليوم المسؤوليه الكبيره ايضا تقع على عاتق المستهلك، المستخدم للمياه. اليوم عندنا العديد من القطاعات، على سبيل المثال القطاع الزراعي، وضرورة استخدام التقنيات الحديثة بالري الحقلي، أيضا استخدام وتطوير هذه المنظومات، الاعتماد أيضا على آليات حديثة في نقل المياه، وهذا ما عملت عليه واقعا اليوم وزارة الموارد المائية. الآن مشاريع تنفذ بتبطين القنوات باستخدام تقنيات حديثة مثل اللحاف الخرساني، نقل المياه بواسطة القنوات المغلقة. هذه كلها كفيلة أنه توفر وترشد وتمنع التجاوز وعلى المياه والمحافظة أيضا على نوعية المياه. فاستخدام التقنيات الحديثة سواء بالمياه السطحية أو المياه الجوفية، استخدام محاصيل معينة ذات استهلاك قليل للمياه، أكو تنسيق كبير بين وزارة الموارد المائية وكذلك وزارة الزراعة. الجانب الآخر مثلا دوائر البلدية، أمانة بغداد، الجهات المعنية بإنتاج المياه، مياه الشرب، وزارة الموارد المائية مسؤوليتها تؤمن المياه الخام لهذه المحطات، لكن اليوم هنا المسؤولية في ترشيد استخدام المياه في كل القطاعات في كل المحاور. اليوم جهود للوزارة كبيرة جدا، مثلا في قاطع يعني في مجال قطاع الأهوار، اليوم جهد آلي كبير جدا حقيقة ساهم في عملية تأمين وتنظيف وتطهير مغذيات الأهوار لتأمين وصول المياه، وهنالك كميات إضافية أمنت من قبل وزارة الموارد المائية لإعادة إنعاش له وضمان بقاء يعني الساكنين في تلك المناطق في مناطقهم واستمرار هذا التنوع الإحيائي الموجود. جهود مشتركة حقيقة كانت بين الجهد الهندسي لوزارة الموارد المائية، الجهد الهندسي لهيئة الحج الشعبي كان إلى دور فعال أيضا بالجانب الفني. هنالك تنسيق أيضا بين وزارة الموارد المائية وبدعم مركزي من الحكومة المركزية من دولة رئيس الوزراء، مجلس القضاء الأعلى، كافة الجهات الأمنية، قيادات العمليات، من أجل رفع ومنع التجاوزات وضمان وصول الحصص المائية لكل المستفيدين في هذا المجال. هذه الإجراءات السريعة واللي تم المباشرة فعلا بها ومستمرة حقيقة، هذه كفيلة أنه تخفف آثار الشح المائية وتضمن وصول
المياه لكل المستخدمين. أما من ناحية المشاريع الاستراتيجية فبالتأكيد الوزارة لديها ضمن الدراسة الاستراتيجية مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تدعم وتقوي وتطور المنظومة الإرواحية بالعراق بشكل عام، منها على سبيل المثال السدود الصغيرة، سدود حصاد المياه خصوصا في الشريط الشرقي والغربي. نستفاد حقيقة في مواسم الأمطار وفي المياه الواردة من السيول والأمطار، بالتأكيد هذه المياه يمكن تجميعها في هذه السدود الصغيرة ذات السعات الخزنية القليلة وتغذية المياه الجوفية، إضافة إلى أرواء المناطق المحيطة بها. الكثير من المشاريع اللي تحتاج بالتأكيد إلى دعم، وهذا الدعم موجود ولمسناه واقعا حقيقة من دولة رئيس الوزراء ومن الحكومة المركزية.